طيب بمناسبة الكلام عن البنك الأهلي، البنك الأهلي يعني عامل موسم كالعادة من الموسم اللي فات، دايما بيكون ممثل خطورة حتى لما بيكون مش هو الكسبان يعني، لكن هو فريق معمول له ألف حساب دايما، وبالتالي لعبته من خلال أداء جماعي جيد جدا عرفت تظهر نفسها، وبالتالي تلاقي في وقت البحث عن الصفقات أسماء في لاعبي البنك الأهلي بارزة على مستوى سوق الانتقالات. فمعنا على التليفون اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي. سيادة اللواء أهلا بيك منورنا. اهلا اهلا كابتن هاني، ازي حضرتك؟ زي الفل الحمد لله، منور وحشني الدنيا يا جدا فندم، ودايما متألق. وحضرتك كمان وحشنا وبالتوفيق دايما، وبحييكم ربنا على اللي يخلي بتقدموه حضرتك. الموسم ده زي الموسم اللي فات. الحمد لله. الحمد لله. طيب يعني شايف ماتش الاتحاد السكندري ازاي؟ قد يكون البنك الأهلي موقفه مستريح على مستوى الجدول، لكن الاتحاد السكندري بالنسبة له مباراة ممكن نوصفها بحياة أو موت. شايف ازاي الماتش ده؟ والله يا كابتن هاني المباريات كلها السنة دي صعبة، واحنا بالنسبه لنا بنتعامل مع كل مباراه يعني انها صعبه، وان هو لازم ان احنا نبذل فيها مزيد من الجهد عشان ال3 نقط. يهمنا ان احنا ناخد ان شاء الله ال 12 نقطه من ال4 ماتشات اللي فاضل لنا في الدوري، على اساس ان احنا نتقدم في الترتيب في المركز، ان شاء الله ننهي الموسم يعني مركز خامس او اقتراب من المربع الذهبي. فكل الماتشات عندنا صعبه، وطبعا بيضيف لصعوبة الماتش زي ما حضرتك قلت، يعني الماتش في استاد اسكندرية مع فريق الاتحاد، فريق كبير وعظيم وبيسعى ان هو يتقدم برضه. ان شاء الله نقدم ماتش كويس، وبإذن الله يعني تكون كرة كويسة للفريقين، وان شاء الله يكون التوفيق من نصيبنا ان شاء الله. طيب ناصر منسي الزمالك بعت عرض رسمي ولا لسه؟ لا ما فيش اي حاجة رسمية خالص بخصوص يعني مش بخصوص ناصر، بخصوص اي لاعب من عندنا يعني حتى نعم، الان. ما فيش عروض رسمية، لكن لا في ما فيش، تفاوض ولو شفهي مع لا أي أندية؟ ولا حتى في صالات شفهيه يعني. وان كان احنا كاداره نادي البنك الاهلي واخدين قرار ان احنا الحفاظ على القوام بتاع الفريق وعدم التفريط في اي لاعب، ايوه باعتبار ان احنا الموسم القادم يعني عندنا هدف اساسي ان شاء الله المربع الذهبي. السنه الجايه على ما اعتقد ان ممكن يبقى فيه 6 فرق تشارك في افريقيا باعتبار دوري السوبر الافريقي اللي هو استحدثه في اغسطس من الاتحاد. السنة اللي جاية. مظبوط. فيعني ان شاء الله عندنا هدف وعن طموح كبير، وده مش هيتحقق لو احنا بدأنا نفرط في القوام الرئيسي بتاع فريقنا يعني. وده يعني مشروط ان مش هنفرط الا اذا، ولا مش هنفرط ونقطة؟ لا مش هنفرط. مش هنفرط يعني، حتى لو كنتوا حاطين رقم معين اذا زاد ممكن نبدأ نتكلم ساعتها. لا والله مش العامل المادي اساسا يا كابتن هاني، لكن ممكن لو احنا بعد ما قعدنا مع المدير الفني بتاعنا الكابتن خالد ايوه وعرف الصفقات الجديده، فهنشوف ده ممكن هنوفره ازاي بالنسبه للفريق يعني. يعني على اساس ان هو ممكن يبقى فيه يعني صفقات تبادليه ولا حاجه. مفهوم. طيب الصفقات التبادليه دي بكل تاكيد بتبقى دايما رايحه ناحيه الاهلي والزمالك، انه الاهلي والزمالك بيبقوا خلاص في لاعبين بيضموهم، ففي لاعبين من عندهم بيمشوا. هل اتكلمتوا مع الاهلي والزمالك على مستوى بعض اللاعبين المحتمل انضمامهم للبنك الاهلي؟ والله احنا يعني كده تقريبا استطلعنا الرأي مبدئي، ايوه ولكن يعني لغايه دلوقتي اعتقد لم يتم حسم بالضبط اللعيبه اللي هم ممكن ان هم يخرجوا من عندهم. تمام. يعني ما فيش لسه اجابه قاطعه بقرار قاطع من الاجهزه الفنيه عندهم مين اللي هيطلع يعني. مصطفى شوبير اتكلمتوا عليه؟ ما هو كله بقى جاي في نفس الاطار ان هو هم لسه مش محددوش بالتاكيد ايوه مين اللي طالع يعني. ونفس القصة محمد محمود؟ ما هو كله بقى في نفس الاطار يعني. في نفس الإطار. طيب مين اللي طالع؟ على حسب مين اللي هيطلع. طب احمد توفيق طبعا خلاص. يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. كل التوفيق باذن الله سياده اللواء، وان شاء الله الموسم اللي جاي يكون كمان افضل من الموسم الحالي، لكن كل التحيه للفرقه كلها بادارتها من خلال حضرتك وجهازها الفني ولاعبيها. فريق البنك الاهلي حاليا بيمتلك 41 نقطه في المركز السابع يعني، وقدم لاعبين للمنتخب الوطني، وهنا انت تعرف تقيس نجاحات يعني الفرق. الفريق